عسلامة ومرحبا بيكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزرت. إن شاء الله اليوم أنا باش نقدم لكم وصفة الروز المرمي بالفول الفصاص. هذوما المكونات اللي حضرتهم. حضرت 400 غرام روز. أنا خذيت الروز اللي نشريوه من عند العطار، الروز العادي، وكل واحد ياخذ النوعية متاع الروز اللي تساعده. حضرت كيلو فول، هذا الفول الفصاص. توا وقت ما كلتوا الفول في فصل الربيع يتيح الفول، وماذا بينا نشبعوا به توا وقت ما كلتو. وحضرت كعبات طماطم، طماطم كعب، جرينات فلفل، طماطم شايحة، هذيا طماطم شايحة نفختها في الماء باش ينقص منها الملح، وبعد باش نرحيها. راس ثوم قشرتو باش نهرسو، وهذيا الأفاح باش نفوح بيه. عنا هريسة، تابل، كمون، فلفل أكحل، كعبة نواد ميسكار باش نبرشها، ملح، كركم، كعبة بصل قصيتها جويدة باش نحطها في التقلية، وعنا زيت زيتونة. توا باش نفصص الفول، نهرس الثوم ونرحي الطماطم، وبعد نرجع لكم وباش نحضر الفطور. الفول فصصته وعصرت عليه القارص، يلزمنا نحطوا له عصير القارص باش الفول ما يصيرلناش الكحولية في وسط الصلصة. صبيت عليه الماء، شطرو نحيت له القشرة البرانية، والشطر الآخر نحيت له القشرة البرانية والدخلانية. النجم نقشروه الكل كيما هكايا، نحيو القشرة البرانية والدخلانية كيما النجم، وكيما عملتيه نشطر بشطر، وإلا نخليوه بقشور والكل هكايا. القشرة الدخلانية زاد نجمو نخليوها. كعبات الطماطم باش نصمتهم، الطماطم نشقوها هكا شوية باش بعد في تنحية القشرة تبدلنا ساهلة. نصب عليها الماء، نشعل الغاز والطماطم نخليها تتصمت. وقت اللي يغلي الماء نخليوها تغلي 3 دقائق، وبعد نطفيو عليها. الثوم باش نهرسو باش نحطو في وسط المهريز، باش نحط شوية ملح، مش باش نحط برشا على خاطر الطماطم الشايحة فيها الملح، وقديما نردو بالنا في الملح. أنا نحط شوية باش الثوم يتهرس لي، لازمنا نحطولو شوية ملح. باش نحط شوية تابل، وتوا الثوم باش نهرسو مع التابل والملح. الطماطم تصمتت وهاني باش نطفي عليها، نستناها تبرد شوية ونحيلها قشرتها وباش نرحيها. والثوم هاني هرستو، الطماطم اللي صمتها قشرتها، وتوا باش نرحيها بالميكسر بلونجون. وتوا باش نزيد عليها كالطماطم الشايحة اللي نفختها وبزعت لها الماء متاعها، نزيدو هكايا بالطريف ونرحيو. الطماطم هاني كملت رحيتها، وتوا باش نحضر الصلصة متاع الروز. نصب الزيت في النحاسة، مقدار متاع 8 مغارف زيت، باش نحط شوية هريسة، أو كان يحب محرحر يحط بزايد هريسة. نحط البصل، نحط كالثوم اللي هرسته مع التابل والملح، نحط الطماطم اللي رحيتها، طماطم الكعب وطماطم الشايحة، نحط شوية كركم. الهريسة هاني كملت خلطتها مع الثوم اللي هرسته والطماطم اللي رحيتها. توا نشعل الغاز والصلصة باش نخليها تتقلى على نار واطية، وكان نقعدو ساعة ساعة نحركو. الصلصة تقليت، خليتها تتقلى حتى نشحك الماء متاع الطماطم هكايا، تكون التقلية متاعها حتى ينشحك الماء الكل. توا باش نرمي ياك الفلفل، الفلفل قصيتو القرن على 2، الفلفل باش نخليه يتقلى 5 دقايق. نخلطو في وسطك الصلصة،
وبعد ما خلطته نغطيها نحاسة ونخليه يتقلى الفلفل في وسط الصلصة 5 دقائق. الفلفل اتقلى وهني توا باش نطلعو. هكايا يكون طايب، ما نطيبوهاش برشا، يكون شادد روحو كيما توا هكا تشوفو. وميساش كي نطلعو معاه شوية من الصلصة هذيك بعد هي اللي باش تبنلنا روزة الصلصة اللي باش تطلع مع الفلفل. الفلفل هني طلعته وتوا باش نصب شوية ماء. نرمي الفول، الفول بزعت له كل ماء اللي بالقارص وشللته. نغطيها النحاسة ونخليها كل الفول يغلي وقت اللي يطيب نص طياب. انا باش نرمي الروز. الفول طاب نص طياب، توا باش نصب شوية ماء. الصحفة روز عليها صحفتين ماء، انا نحكر بالعين. وتوا باش نرمي الروز، الروز غسلته، نحط شوية كركم. الروز هذايا الصلصه نتاعو خفيفه، ما حطيتش برشا طماطم، ما فهميش طماطم معجونه. كي نحطو له بزيد الكركم يجينا لونه مزيان. نغطيها النحاسه ونخليها الروز يغلي حتى يشرب المرقه نتاعو ويطيب. الروز عنده 15 دقيقه ملي يرميته ويطيب بدا يشرب الصلصه نتاعو، قريب يطيب. توا باش نحط شوية كمون، الكمون هذايا هو اللي راهو باش يبنو ويزيدو بنة على بنة. وباش نحط شوية مثل نواد موسكاد هذايا باش نبرشها. باش نصب شوية زيت مغرفتين، هذوما أنا ديما نحطهم في الاخر في الماكله نتاعي الكل. نخلط وبعد ما خلطته نغطيه ونخليه يزيد يطيب. الروز طاب وتوا باش نطفي عليه وباش نحط له اكل فلفل اللي طيبته في التقليه، حتى ماكل طريف صوص اللي طلعت مع الفلفل نحطوها، راهي هذيك اللي باش تزيد تبن الروز. اكل فلفل نخلطوه في وسط الروز. الفلفل هاني كملت خلطته، نغطيه الروز ونخليه 5 دقائق حتى الفلفل يسيب الطعم نتاعو. الروز اللي طيبته حضر هاني توا باش نغربيه. شوفوا كيفاش جاء كعبه كعبه وشرب الصلصه نتاعو. شوفوا لونه محليه، الصلصه نتاعو خفيفه جيت. وهاني توا باش نعبيه. الروز هذايا انا طيبته بالفول، اللي يحب يطيبه باللحم مع الفول راهو ينجم. الروز هاني كملت عبيتو، راني ذقتو، جاي بنين بنين برشا، ما تصوروش البنة اللي في الروز هذايا. وكل الفلفل اللي طيبته في التقلية وحطيته في الاخر هو اللي زادو بنة على بنة. الروز انا طيبته كان بالفول، واللي يحب يحط فيه شوية لحم راهو ينجم. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. وبالسلامة وشهية طيبة،
واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويضغط على زر الإعجاب والجرس باش يوصلو جديد الفيديوهات.